بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يدعونا أن نجدد علاقتنا مع الله في زمن الصوم الأربعيني. المطران خريستوفوروس يترأس قداس أحد الدينونة في كنيسة القديس جوارجيوس في الهاشم الشمالي. جمعية دار الكتاب المقدس في عمان تستضيف أعضاء المجمع الإنجيلي الأردني. وفيها أيضاً لجنة مدارس الأحد والشبيبة تعرض مسرحية الملكة بعمان. أهلاً بكم. خلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، رحب قداسة البابا فرانسيس بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم، وخاصة القادمين من الشرق الأوسط، وأكد للمؤمنين أن زمن الصوم الأربعيني هو الوقت المناسب الذي يجب أن نخصصه لسماع كلمة الله عبر قراءة الكتاب المقدس والمواظبة على الصلاة، لأن في ذلك تجديداً لعلاقتنا مع الله. وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقاويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس: مع بداية مسيرة زمن الصوم الأربعيني على مثال يسوع الذي اعتزل مدة 40 يوماً للصلاة والصوم في الصحراء والشيطان يجربه، توقف قداسة البابا اليوم عند المعنى الروحي للصحراء في حياتنا، موضحا أن الصحراء هي مكان الابتعاد عن الضجيج الذي يحيط بنا، إنها مكان الصمت حيث نعطي المجال لكلمة الله. في الصحراء نجدد العلاقة الحميمة مع الله ومع محبته كما حدث مع شعب الله. وأكد قداسته أن زمن الصوم الأربعيني هو الوقت المناسب الذي يجب أن نخصصه لسماع كلمة الله عبر قراءة الكتاب المقدس والتأمل فيه. إنه وقت الصلاة الذي بها نتجدد، إنه وقت الصوم الذي به نتحرر من الأشياء الباطلة والزائدة من أجل أن نعيد اكتشاف ما هو أهم وما هو ضروري. الصلاة والصوم وأعمال الرحمة، هذه هي طريق الصحراء في زمن الصوم الأربعيني. واختتم قداسة البابا تعاليمه مستشهدا بكلمات النبي أشعياء: ها أنا ذا آتي بالجديد وأجعل في البرية طريقا، ليوضح أنه عندما ندخل الصحراء مع يسوع فإننا نخرج منها لنحتفل بفصحه، فنختبر هكذا قدرة حب الله الذي يجدد الحياة، فتزهر الصحراء وتنبت فجأة براعم الحياة الجديدة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria, dall'Egitto, dal Medio Oriente, specialmente a quelli provenienti dall'Iraq.
c'è un bel gruppo che viene dall'Iraq. A voi, cittadini dell'Iraq, vi dico che vi sono molto vicino. Voi siete un campo di battaglia. Voi soffrite una guerra da un lato e dall'altro. Io prego per voi e prego per la pace nel vostro paese, al quale era in programma che io visitasse quest'anno. Prego per voi. All'inizio di questo tempo di Quaresma vorrei augurare a tutti voi un tempo di conversione, di rinnovamento interiore e di crescita personale e spirituale. Vi incoraggio a dedicare tempo alla meditazione della parola di Dio, alla partecipazione ai sacramenti, al digiuno e alla preghiera per rinnovare così il nostro rapporto con Dio, con noi stessi e con il prossimo. Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من سوريا ومن مصر ومن الشرق الأوسط. تحية خاصة إلى المؤمنين القادمين من العراق. يوجد بساحة جماعة قادمة من العراق. يا شعب العراق، أود أن أحييكم وأعبر لكم عن قربي منكم، فأنتم تحيون في ساحة الحرب التي يعيشها بلدكم. أصلي من أجلكم ومن أجل بلدكم العراق الذي كنت أنوي زيارته. أود تأكيد صلاتي وقربي منكم. مع بداية زمن الصوم الأربعين أتمنى لكم جميعا زمن توبة وتجديد داخلي ونمو شخصي وروحي. أشجعكم على تكريس وقت للتأمل بكلمة الله ولممارسة الأسرار المقدسة والصوم والصلاة، لنجدد هكذا علاقتنا مع الله ومع أنفسنا ومع القريب. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس قداس أحد الدينونة المسمى بأحد مرفع اللحم، وذلك في كنيسة القديس جورجيوس في منطقة الهاشم الشمالي بعمان بحضور جموع من المؤمنين القادمين من مختلف المناطق. التفاصيل في سياق التقرير التالي. يوم صار الخلاص للعالم فلنسبح الذي قام من القبر عنصر حياتنا. يطل علينا هذا الأسبوع في تقويم الكنيسة الأرثوذكسية أحد الدينونة الذي يسمى أيضاً أحد مرفع اللحم، حيث ترأس صاحب السيادة المطران خريستوفوروس بهذه المناسبة خدمة القداس الإلهي في كنيسة القديس جورجيوس الهاشم الشمالي بمشاركة كاهن الرعية قدس الأيقونوموس عبد الله حمارنة راعي الكنيسة والشماس صفرونيوس حنا بحضور جموع من المؤمنين وأهالي المنطقة. و
وأشار صاحب السيادة في عدة القداس بأن كنيستنا المقدسة وضعت أحد الدينونة ليذكرنا بقدوم المسيح بمجده ليدين الأحياء والأموات قبيل بدء الصوم، وعلينا أمام هذا المشهد الرهيب، مشهد الدينونة، أن نتضع ونبادر لمحبة القريب، لأن الله دينونته عادلة ومحبته لا تناقض عدالته، فعلينا أن نعيش هذه الفرصة التي يعطينا إياها الله ما دمنا أحياء، ونقدم توبتنا ونتلاقى مع الآخر، ونحبه لكي يتمجد الله في كل واحد منا. واليوم الكنيسة الأم، كنيستنا المقدسة، بتضع أي أمامنا الدينونة، يوم المجيء الثاني للرب والمخلص يسوع المسيح. لأنه زي ما منعرف ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح تجسد، ولد في مغارة بيت لحم، وكان هاد مجيئه الأول اللي فيه أتى لكي يدعو العالم إلى التوبة والخلاص، وافتدى العالم بدمه على الصليب، وهيك بموته أباد الموت اللي كان مستولي علينا بسبب الخطيئة اللي من أجلها طردنا من الفردوس. بقيامة المسيح وصعوده إلى السماوات أعاد طبيعتنا اللي سقطت بآدم، عادت بيسوع المسيح للفردوس، ولكنه المسيح سيأتي أيضاً بمجد عظيم ليدين العالم ويدين الأحياء والأموات، زي ما منحكي في دستور الإيمان في كل صلاة منصليها. واليوم الكنيسة بتوضع أمامنا هذا المشهد الرهيب، يوم الدينونة، حتى تصحينا الكنيسة وتأكد لنا إنه نعم، إلهكم إلهنا إله محبة ورحمة وطويل الأناء وعطوف ورحيم، بيحتضن كل خاطي بالتوبة يعود إله، ولكنه في داخل هاي المحبة والرحمة في عدالة، في دينونة، وأمام هاي الدينونة كلنا منرهب، لأن كلنا رح نمثل أمام هذا المنبر الرهيب لكي ندان. كل واحد فينا رح يوقف أمام هذا المنبر الرهيب عندما يأتي الرب والمخلص ليدين الأحياء والأموات، لما يجي أيضا بمجد عظيم من السماء وعلامة الصليب معه، والعالم كله رح يراه آتي بمجد ليدين الأحياء والأموات. وختم صاحب السيادة عظته بضرورة أن نهيئ أنفسنا لقدوم الصوم الأربعين بالتوبة والاتضاع، متمنياً للجميع الصحة والخير والبركة والتوفيق. أبنائي، بتمنى لكم فترة مباركة اللي دخلين عليها تدريجياً، فترة الصوم الأربعين المقدس. أنتوا ورعيكم الجليل قدس أبونا عبد الله الورع التقي اللي بيرعاكم بكل محبة ومخافة الله. ربنا يبارككم أبنائي جميعا، ربنا يعطينا كلنا حياة مرضية لديه، ويكون الصوم صوم الأربعين المقدس لكل واحد فينا لتقدم الروحي لخلاصه، حتى يتمجد ربنا في كل واحد فينا. كل سنة وأنتوا سالمين أبنائي. نعمة وبركة ربنا وأمنا الفائقة القداسة والقديس خارالمبوس اليوم منحية تذكاره هي دائما تكون معنا، أمين. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب.
من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب، من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقل المقدس لرائحة طيب روحاني زكي، يرسل لنا عوض النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب، من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب، أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك، أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسى، ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل، غفران خطايانا والصفحة عن ذنوبنا من الرب نسأل، الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل، أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل، أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل، بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. على صعيد آخر، دعا سيادة المطران خريستوفوروس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس أصحاب الأيادي البيضاء إلى اللقاء على مائدة محبة في قاعة النادي الأرثوذكسي بمنطقة عبدون بالعاصمة عمان. وقد سلط سيادته خلال اللقاء الضوء على المركز الأرثوذكسي المجاور لدير السيدة العذراء في منطقة دبين بمحافظة جرش والأعمال الإنشائية فيه والنسبة الإنجاز التي وصلت حتى هذه المرحلة نحو 30% والاحتياجات المالية لتكملة البناء وتجهيزه. وعرض خلال الحفل فيديو قصير يبين مدى حاجة أبناء الرعاية في الأردن وفلسطين للمركز الجديد، وفيديو آخر شرح فيه بشكل تفصيلي عن مرافق المركز الداخلية والخارجية ومراحل البناء وغاية وأهداف كل جزء من أقسامه. وعقب عرض الفيديوهات ألقى المطران خريستوفوروس كلمة شكر فيها كل من ساهم ببناء المركز. كان هذا اللقاء لشرح الكنيسة الأرثوذكسية عن المركز الأرثوذكسي اللي راح يقوموا في بنائه بمنطقة دبين. هن الآن بدأوا في عملية البناء وتمت الانتهاء من 10% المراحل البناء، فنتمنى نحن إنه هذا المركز إنه يتحقق وينتهي البناء فيه قريبا لخدمة شبيباتنا وخدمة شبابنا وخدمة كنيستنا. بالفعل بعد الفيلم الوثائقي اللي تم عرضه في القاعة، هذا المركز يعني رح يضم فيه أقسام تربوية اجتماعية ثقافية كنسية، فهو معلم حضاري ثقافي كنسي بحت، فنتمنى أن يتحقق زي ما الحلم يتحقق إن شاء الله بمساعدة وجهود مجتمعنا المسيحي في وطننا الأردن والخيرين كتار والأيادي البيضاء كتار. فألف مبروك البدايات، وإن شاء الله كمان منقول ألف مبروك ليتحقق بحفل تدشين قريبا يصير. أنا سعيدة كتير اليوم بالمركز الأرثوذكسي، هو مركز شبابي، تجمع للشباب، شباب الأرثوذكس المسيحيين ولكل الطوائف المسيحية وغير المسيحية. هذا المركز بيمثل روح الأردن اللي فيها العيش المشترك، الوجود المسيحي بهاي البلد، والأردن اللي حمى هذا الوجود. والحمد لله إحنا بالأردن دائما كان في عنا حالة تلاقي وحراك وتفاعل، والمركز الأرثوذكسي عم بدعي الناس كلها لتقدم شيء لبناء هالمركز اللي بده يكون مكان زي ما قلت مركز مؤتمرات، أماكن للتأمل
والتعافي والمحاورة والحوار، فإن شاء الله الله يوفق، سعيد كتير فيه. أقامت مطرانية القدس الأسقفية ورئيس مجمع الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية المطران سهيل دواني حفل استقبال ومباركة على شرف القس العميد حسام نعوم لمناسبة انتخابه مطرانا مشاركا لمطرانية القدس للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، وذلك في قاعة المدرسة الأهلية للبنات جبل عمان. وألقى المطران دواني كلمة ترحيبية بحضور رؤساء الكنائس في الأردن، ثم ألقى المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن كلمة تهنئة باسم كنائس المملكة. وحضر الحفلة دولة الأستاذ فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية وأبناء الرعية الإنجيلية والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن. بدوره رفع المطران نعوم الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني وللحكومة الأردنية، مؤكدا في كلمته أن الأردن بلد يجسد روح التسامح والمحبة والعيش المشترك بين الجميع، معربا عن شكره للمجمع الكنسي على منحهم الثقة بانتخابه مطرانا مشاركا. كما شكر فضائية نورسات على جهودها الكبيرة في خدمة الكنيسة على مستوى العالم. أنا بحب أهدي أول شيء أطيب الأمنيات لشبكة نورسات إن كان في الأردن أو في فلسطين أو في لبنان، في كل بلادنا العربية وفي العالم كلياته. إحنا هالقد منقدر هاي الشبكة اللي فعلا بتفرج الحضور المسيحي مش بس في الأراضي المقدسة كلها ولكن في كل أنحاء العالم، وهذا الصوت اللي عم بوصل لكل الناس هو فعلا صوت المحبة، صوت السلام وصوت الخير. فأنا من قلبي بشكركم وبحييكم وكل القائمين على هذا العمل الكبير في كل محل. انتخابي لموقع والأسقفية في القدس والشرق الأوسط ولمطرانية القدس بشكل خاص تم في 30 يناير كانون الثاني من هذا العام، وكانت الانتخابات في مدينة شنيلر خارج عمان، وهناك اجتمع المجمع المقدس للكنيسة و77 عضو كانوا موجودين من علمانيين ومرسومين. وفعلا في الدورة الثانية للانتخابات تم انتخابي لهاي المكان الرفيع، ولكن اللي هي كمان فيها تواضع فيها خدمة لأهلنا ولحبايبنا وللكنيسة بشكل عام. فإن شاء الله بصلي أن ربنا يقدرني فعلا أني أقوم بهذه الخدمة على أكمل وجه. وأنا بقول أهم شغلة في خدمة الكنيسة أنه نحن نكون مع بعض إيد واحدة كمرسومين وكعلمانيين، والكنيسة هي خدمة الجماعة بالأول وبالأخير. إحنا جسد المسيح الواحد، وهذا الجسد فيه أعضاء كثار وكل عضو بده يكون في مهمته. وأنا كأسقف يمكن مزبوط ربان السفينة وكقائد في الكنيسة، ولكن إحنا أنا بآمن بالنهج الجماعي والرؤية الجماعية والعمل مع بعض لرفعة الكنيسة وتعزيز وتطوير والحفاظ على حضورنا المسيحي إن كان في الأردن الحبيب وإن كان في كل مكان من أقطار هذه المطرانية اللي هالقد منحبها وعزيزة على قلوبنا. وأنا كمان بحب أذكر بهذا المقام وأحيي جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وكل الأردن الحبيب على رعايتهم وعلى وجودهم في هذا المكان الحبيب وجزء من الأراضي المقدسة. وإن شاء الله هالحضور المسيحي بيضل يتعزز تحت ظل العائلة الهاشمية وجلالة سيدنا، وربنا يعطيكم الصحة والعافية للجميع إلك ولكل العاملين. كمان مرة شكرا كثير لكم. ويشار أن المجمع الكنسي لمطرانية القدس الأسقفية العربية عقد اجتماعا في 30 من شهر كانون ثاني الماضي لانتخاب أسقف مشارك لمطرانية القدس في كنيسة المسيح الأسقفية في شنلر بالأردن بحضور 70 مشاركا في هذا السينودوس. احنا في المدرسة الأهلية التابعة لمطرانية القدس نستقبل المهنئين بانتخاب العميد حسام نعوم المطران المشارك للكنيسة الأنجليكانية في القدس والشرق الأوسط، ونحن سعداء أن نكون بين أهلنا في الأردن لنحتفل بهذا الحدث الهام في حياة الكنيسة وخدمتها. بشكر طبعا كل الرعاة والرعاية وكل المدرسة الأهلية لتحضير طبعا هذا المكان وهذه القاعة للاستقبال، وإحنا دائما ننظر إلى الأمام، كنا خدام
وكل خادم بسلم الأمانة للخادم اللي بيجي طبعا بعدي، وكل أمل وثقة إنه الخدمة ستستمر بقوة لتمجيد الله وخدمة الإنسان في المؤسسات والمجتمعات اللي بنعمل فيها إحنا. سعيدين اليوم بالترحيب بأبناء الكنيسة وأبناء المجتمع الأردني اللي جايين يهنوا مطران حسام، الدكتور العميد مطران حسام، بانتخابه كمطران للكنيسة الأسقفية العربية. وأهلا وسهلا بالجميع، مدارسنا مفتوحة، والمجمع هذا مجمع خدمي، مجمع خدمات، بالإضافة لدوره الكنسي ودوره العظيم استثنائي في العيش المشترك الأردني من خلال مؤسساته اللي إحنا واحدة من هاي المؤسسات، الأهلية والمطران وروضة الأهلية والمطران كمؤسسة واحدة نشتغل بظل المجمع الكنسي اللي إحنا بنقدم خدمات للمجتمع الأردني، وبنحتفي دائما بهاي القاعة بالعيش المشترك. ومشان هيك أنت شايف هالضيوف من كافة الطوائف، من كافة الخلفيات، إحنا عائلاتنا بتمثل هذا الطيف الأردني الجميل، وسعيدين بهالوجود. وإحنا ضيوف زي ما قلت لك، وإحنا ضيوف كمان نور أصحاب هالمحل. أهلا وسهلا فيكم، ودائما الخير يجمعنا بهذا البلد، بلد الخير، وإن شاء الله منضل نجمع، منضل مكان للمحبة التعددية والعيش المشترك ورسالة التنوير ورسالة التعددية والحب، رسالة المحبة الحقيقية. شكرا لكم. شكرا. استقبل رئيس الهيئة الإدارية لجمعية دار الكتاب المقدس بعمان الأب الدكتور إبراهيم دبور أعضاء المجمع الإنجيلي الأردني، وقد تشارك الحضور الحوار وتبادل الأفكار، كما تم التعرف على الخدمات التي تقدمها الجمعية. وقال أمين عام دار الكتاب المقدس منذر النعمات إن الجمعية التي تأسست في السبعينات من القرن الماضي تهدف إلى خدمة المجتمع الأردني من خلال توزيع الكتاب المقدس والمشاركة في العديد من النشاطات، كما قدم شرحاً عن أهم الخدمات التي تقوم عليها مشاريع الدار وتطلعاتها المستقبلية. ومن جهته عبر القس حابس النعمات رئيس المجمع الإنجيلي الأردني عن أهمية هذا اللقاء الذي يسعى إلى العمل المشترك والوحدة المسيحية، مقدماً الشكر لدار الكتاب المقدس على ما تقدمه من خدمات للكنيسة بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام. وفي الختام قدم الأب دبور هدية رمزية لرئيس المجمع الإنجيلي، معبراً عن أهمية التضامن والتعاون المشترك بين الجميع. عرضت لجنة مدارس الأحد والشبيبة على مسرح فؤاد يغنم بالشميساني بعمان مسرحية هادفة بعنوان الملكة، حضرها عدد من الآباء الكهنة وجموع من أبناء الرعاية الأرثوذكسية في الأردن. إلى التفاصيل. في إطار الأنشطة الثقافية والتربوية التي تقوم بها لجنة مدارس الأحد والشبيبة الروحية التابعة لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، عرضت لجنة مدارس الأحد مركز الشميساني مسرحية بعنوان الملكة، وذلك على مسرح فؤاد يغنم الواقع في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية بالشميساني. حضر العرض المسرحي الذي رعاه رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية الدكتور حسان حمارنة قدس الأرشمندريت فيندكتوس كيال الوكيل البطريركي في شمال الأردن، وقدس الأرشمندريت رفائيل الوكيل البطريركي في مادبة، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة وجموع من أبناء الرعاية الأرثوذكسية في الأردن. بدأ الاحتفال بالسلام الملكي، تلاه دعاء روحي لقدس الإيكونوموس أليكسيوس قاقيش، وبعدها قدمت مشرفة المركز تريز الدايخ كلمة عبرت فيها عن سعادة لجنة مدارس الأحد في حضور أهالي وذوي الطلبة الذين يحرصون على مشاركة أبنائهم في احتفالهم وعرضهم الفني الغني برسائل روحية. وعقب الكلمة قدم كورال الأطفال يسوع نشيد يوم من مدارس الأحد، والذي شرحت كلماته مرحلة قدوم الأطفال من منازلهم وتجمعهم ووصولهم لمراكزهم، وعن الاستفادة التي تقدم لهم من قبل المرشدين والمسؤولين. قدوساني قاوي قدوساني
وبعدها تم عرض المسرحية التي حملت عنوان الملكة، وهي من إعداد وإخراج مرشدي مدارس الأحد، حيث تحدثت عن ملكة بقيت نائمة لمدة طويلة، فحاول الوزراء بشتى الطرق أن يوقظوها لكن دون جدوى. فقدم المرشدون في نهاية العمل مغناة نادت بأهمية أن يجتمع أبناء مدارس الأحد حول الملكة التي تمثل الكنيسة ويكونوا سواعد النهضة الروحية والثقافية والفكرية التي تعمل على بنيان الكنيسة، إذ هم الأمل والنور للمستقبل. رسالتنا من الليل ابتدت بالعمل، لا مش بالحكي، بدنا همتكم معانا، الحضور اللي بيجمع والمينا اللي إلها منلجأ، هي الحضور اللي بيجمع والمينا اللي إلها منلجأ، نعود نجمع ايدينا تنعمي وعقب العرض الذي تفاعل معه الحضور، ألقى قدس الأرشمندريت كيال كلمة شكر ومحبة وامتنان على هذا العمل الذي لامس كل شخص من الحاضرين، مقدما شكره لرئيس وأعضاء الجمعية ومرشدي مدارس الأحد والطلبة الذين أبدعوا بما عرضوا، لافتا إلى أن الأطفال هم نواة الكنيسة ومستقبلها، وواجب على الكنيسة ومؤسساتها أن تدعم مثل هذه الأنشطة التي تثري فيهم حياة روحية رئيسها السيد المسيح. بتذكر لما أنا كنت في مدارس الأحد، فمشان هيك بتكون مشاعري ملخبطة وبكون مش عارف متحمس أو خايف أو مش عارف شو أحكي، بس بحب أحكي أني مبسوط أني معكم، مبسوط فيكم، يعطيكم العافية. إذا بدي أعلق على شغلكم بدي أقول جميل، كتير جميل، يعطيكم العافية. بعرف جهودكم كانت كتير كبيرة، الكل أكيد الكل، ما كانش سهل مشان يخرج هذا العمل، لأنه زي ما شفنا ما كانش ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة اللي بيشتغلوا، كان كل طلاب مدارس الأحد مع مرشديهم، فيعطيكم العافية. أما مشان الكنيسة ومشان الموضوع، انتوا الكنيسة مظبوط، يمكن ما كانش لازم نقول الكنيسة بتنام، لأنه الكنيسة ما بتنام، لأنه إحنا الكنيسة. إذا إحنا اللي مننام بتنام، إذا إحنا منكون صحيين بتصحى، إذا إحنا فينا النهضة رح نشوف النهضة بالكنيسة، بس لما منكون نايمين نعسانين كسلانين والمجهول كان يشتغل، إبليس الشيطان كان يشتغل، ساعتها رح نشوف الكنيسة نايمة. فهون مسؤوليتنا، هون جهدنا، هون الوزن اللي أخذناها من ربنا، هون معمودية كل واحد فينا والمسؤولية اللي أخذها في المعمودية، بأنه نكون أبناء للكنيسة، أبناء بالفعل بالحق، نكون أبناء للكنيسة، وهيك الكنيسة بتكون صاحية وما بتنام. الكنيسة ما رح تنام، لأنه الكنيسة هي جسد الرب يسوع المسيح، وإحنا هو الجسد، ورأس هذا الجسد هو الرب يسوع المسيح. فالكنيسة زي ما قال الرب يسوع المسيح لن تقوى أبواب الجحيم عليها. وفي الختام سلم رئيس الجمعية مع الآباء الأجلاء الدروع التكريمية لمستحقيها، واتجهوا بعدها لمعرض خاص شمل على العديد من الأشغال اليدوية وقصص روحية من عمل طلبة مدارس الأحد. احتفال
احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات البطريركية اللاتينية في المصدار بتجديد الوعد الكشفي للمجموعة، وذلك بقداس إلهي ترأسه قدس الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن، وبمعاونة الأب مروان حسان كاهن رعية يسوع الملك المصدار، حيث أقيم احتفال هذا العام تحت شعار تشدد وتشجع وعمل. وفي عظة القداس الذي حضره عدد كبير من أفراد الكشافة الذين يمثلون 16 مجموعة كشفية من مختلف مناطق المملكة، أكد الأب نفاع على أهمية الخدمة الكشفية في الكنيسة وبضرورة ديمومتها، كما شكر جميع الحاضرين على تلبيتهم الدعوة والمشاركة بهذه المناسبة المباركة. مجموعة كشافة ومرشدات المصدار بتقوم بعمل هائل، عمل رعوي، عمل مسيحي فعليا فيه بتوصل كلمة الله لشبابنا وصبايانا. فأكيد إحنا اليوم منهنيهم بتجديد الوعد، منهنيهم على مرور 69 سنة على تأسيسهم، على أداء هاي الخدمة، كل الدعم وكل الاحترام لهم. والكشافة في المصدار هي واحدة من السبل اللي فيها فعليا شبابنا وصبايانا عم بيعرفوا يسوع المسيح، عم بيقدروا من خلال هاي الكشافة يوصلوا لربنا، يوصلوا للسماء. فالكشافة هي مش فقط حركة نشاطات وحركة ترفيه، وإنما هي حركة قداسة. شبابنا وصبايانا من خلال هاي الحركة بيعرفوا يسوع، بوصلوا للقداسة في يوم من الأيام. فمن جديد إحنا منهنيهم، نتمنى لهم دائما الأفضل، دائما بصلاتنا، وربنا يعطيهم القوة تيمشوا الأمام ويعيشوا شعار الهيئة اللي أخذوه لهاي السنة، وهو تشجع تشدد وعمل. فإحنا منشجعهم ومنشددهم ومنعمل معهم إيد بإيد من أجل خير الشباب وخير مجموعتنا وخير الكنيسة كلياتها. أمين. كان اليوم احتفال مهيب ولائق، وكان يعني عدد كبير من الحضور ومن القيادة القدامى من قبل 50-60 سنة ما كناش نشوفهم، شفناهم بالاحتفال بالعمر 69 سنة. وهاي المجموعة هي يعني بتخدم الكنيسة، بتخدم المجتمع المحلي، الكشاف وجميع الأشياء اللي بالطلب في المنطقة يعني بتعاونوا عليها وبيخدموا جميع الأهالي في هاي المنطقة. وكان يعني احتفال مهم يعني للذكرى 69 من أقدم المجموعات في المنطقة. ونشكر الله على الاحتفال وعلى الناس اللي كانت والحضور، والله يعطيهم العافية على جهودهم المجموعة. أخذنا شعار المعتمد من الهيئة العامة لكشافة مرشدات مطرانية اللاتين، لأنه نحن جزء لا يتجزأ من هذه الهيئة وجزء من المطرانية وروح واحدة. تشدد وتشجع وعمل في هذا اليوم اللي بنحتفل فيه بتجديد وعد الكشفي لمجموعتنا. بشكر طبعا نورسات اللي دائما موجودة حتى تغطي الأحداث المحلية والكنسية، وبشكر كل المجموعات الكشفية، تقريبا 16 مجموعة كشفية حضرت احتفالنا اليوم. إخوتنا في المجموعات الكشفية المسيحية، إن كانوا سريان، إن كانوا أرمن، إن كانوا كاثوليك، إن كانوا أرثوذكس، كلهم كانوا متواجدين معنا، قلب واحد وروح واحد عم نخدم هالبلد اللي عمالنا كلنا عايشين فيه من التآخى مع بعض، إن كنا مسيحيين باختلاف طوائفنا وإن كنا مع إخوتنا المسلمين في هذا البلد اللي الله منصلي دايما حتى يديم الأمن والأمان تحت القيادة الهاشمية لهذا البلد، ونستمر في الخدمة، خدمة الوطن وخدمة ربنا من خلال كشفيتنا، ونتشجد نتشجع ونتشدد ونعمل بروح واحد وقلب واحد. هالمجموعة العريقة واللي أنا بفخر أني أنا بنتمي فيها وجزء من قادتها، اللي دائما بيكونوا بيشتغلوا كأيد واحدة ومجموعة واحدة من أجل الأفراد من أشبال وزهرات، من الفرق الكشاف، من فرق المتقدم والجوالة، وبالإضافة للفرقة الموسيقية الفظيعة الموجودة. بهذا اليوم المميز كمان بنذكر اللورد بادن باول اللي بعيد ميلاده 22 فبراير، هو كان جزء اليوم من احتفالنا،
وبنحتفل اليوم بتجديد الوعد مع كل الكشاف العالمي اللي بجدد الوعد لهالحركة الموجودة من أجل الشباب وتطورهم ومن أجل الأعمال اللي عمالهم بيعملوهم لمجتمعاتهم. فبشكر كتير الجميع اللي قاموا وعملوا واشتغلوا على هذا الاحتفال، وبشعارنا السنوي اللي اتخذناه تشدد وتشجع وأعمل، فهاي هي كمان رسالتي لكل الكشاف العالمي ولكل الكشاف من كل مكان، تشددوا وتشجعوا وعملوا لخير هالشباب وخلاص النفوس. وفي سياق آخر، اختتمت في عمان فعاليات الورشة التعريفية بأداة تقييم الدعم العالمي للجمعيات الكشفية في دول المشرق العربي التي عقدت بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية. وثمن أمين عام جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية مازن الحمود الدورة الذي تقوم به المنظمة الكشفية العربية في عقد الفعاليات والأنشطة الكشفية، مؤكداً دور جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية واستعدادها لدعم الأنشطة الكشفية العربية. وشارك في الورشة 20 قائداً وقائدة من الأردن وفلسطين وسوريا والعراق ولبنان والبحرين وقطر. ويهدف اللقاء إلى تدعيم القدرات من خلال التعرف على أهمية المشاركة في تطبيق أداة تقييم الدعم العالمي وتعريف الجمعيات المشاركة بمعايير الجودة في المنظمة الكشفية العالمية، وفهم الجمعيات الكشفية الوطنية لأهمية التحضير لعملية ناجحة للمراجعة باستخدام أداة التقييم. طبعا نحن اليوم عم نشهد لقاء مهم جدا حول الجيسات، هو أداة تقييم الجودة العالمية في الحركة الكشفية، وهذا مهم جدا لدول المشرق العربي اللي نحن اليوم مشاركين بهذا الملتقى، يلي بالفعل بيعزز دور الجمعيات وبيقوي عملية إدارة رشيدة وحوكمة شفافة تكون بجمعياتنا الكشفية العربية. مهم جدا على صعيد المستوى العربي نوصل للرقي وللجودة، وإن شاء الله كأقليم عربي من حق معايير الجودة العالية. لليوم نحن عم نقيم هذا الورشة بعمان، وبالفعل مشكورين مجددا إدارة الورشة لأنه بصراحة هذا بيعزز دورنا كجمعيات كشفية عربية بالمنظمة الكشفية العالمية، وشكرا لكم. صراحة نحن سعيدين جدا في مشاركتنا بهاي الورشة. أولا تعطينا دافعين، الدافع الأول أنه نصهر مع إخواننا العرب في هذه الورشة، الورشة الثانية التقييمية بعد ما أخذنا الحوكمة والنظام الأيدون، نظام الجيسات نظام جديد دخل على الكشافة. كوفد عراقي كدولة عراقية نحن بحاجة إلى هذه الورشات تطور من قابلات الكشافة العراقية والكشافة العربية والكشافة العالمية بشكل عام. سعيدين جدا في تواجدنا في عمان الخير، رغم الأجواء الباردة، رغم التحديات الجو الظرف، رغم تحديات في المنطقة العربية، إلا أن كشافة لازم تكون لها بصمة في كل مكان، وعليه نحن سعيدين. وأشكر تغطيتكم مبارك لهذه الورشة، ونتمنى دائما يكون الإعلام هو دافع أساسي في نجاح أي ورشة. إحنا اليوم حدث كبير بتشهده الإقليم الكشفي العربي باستضافة دورة الجيسات اللي هي باختصار أفضل الممارسات العالمية للحوكمة والتميز المؤسسي في الجمعيات الكشفية العربية. الورشة اليوم بتحضر معنا 6 دول، سوريا ولبنان وفلسطين والعراق ولبنان. تشرفنا في وجود إخواننا العرب بحيث أنه نجتمع هون في الأردن عاصمة كل العرب لترتيب الفترة القادمة لخضوع الدول لعملية التقييم العالمي. نتشرف دائما في إخواننا العرب في الأردن، محضن لكل العرب وملتقى لكل العرب في الدورات التدريبية والتنمية الكشفية والمؤسسية. احنا سعيدين جدا لهذه الفرصة لكشافة سوريا أن نشارك بهذا النشاط بهذه الفعالية في الأردن الشقيق بمشاركة باقي الجمعيات الكشفية العربية. هي فرصة طيبة، وبالتالي كل الشكر والتقدير لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية على حسن الضيافة والاستقبال وترتيب نجاح هذه الفعالية وتهيئة كل سبل نجاحها. شكرا للكشافة الأردنية. الإقليم الكشف العربي بيستضيف هاي الورشة ل6 دول عربية حتى نقدر من خلالها نحدد احتياجاتهم وأولوياتهم ونقدم لهم أداة تقييم الدعم، واللي بدورها المنظمة الكشفية العالمية رح تستجيب لكافة الخدمات اللي بيطلبوها حتى يقوموا بالارتقاء بالعمل الكشفي، ونقدر نقدم خدمات لمنتسبين الحركة الكشفية من شباب وكشافة وقيادات.
اكتسب بئر السيدة العذراء في بيت سحور في الأراضي المقدسة بأهمية خاصة بسبب الأعاجيب التي صاحبته مع مرور الزمن وظهورات أمنا العذراء بنفس المكان وشفائها للعديد من المرضى. وعرفاناً وتقديراً لسيدة الرعاة، قام أهالي مدينة بيت سحور بترميم كنيسة البئر وتوسيعها لاستيعاب أكبر عدد من المصلين. تفاصيل أوفى حول هذا البئر في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. للأراضي المقدسة والمناطق المحيطة بها قداسة شامخة في العالم، ومن هذا المكان المقدس في مدينة الرعوات يقع بئر السيدة العذراء المعروف ببير السيدة، والذي يأتي في موقعه وسط البلد في بيت سحور التي تحتل مكانة مركزية في حياة سكانها. ففي هذا المكان المقدس ظهرت أمنا مريم العذراء مرات عديدة، وهذه الظهورات تقدم لنا أمنا مريم رسائل هامة وإشارة واضحة لنا من أجل المحافظة على الأماكن المقدسة واحترامها. فكانت الظهورات لجميع الرعايا والأديان، كما ويروي لنا الأب صابا خير كاهن رعية الروم الأرثوذكس في بيت سحور قصة تسمية هذا المكان ببئر السيدة. نسبة لبئر السيدة العذراء، هذا البئر كان على زمن صار على زمن الرومان، بئر روماني. هذا الموجود البئر في بيت سحور، كان بيت سحور كانوا عايشين يشربوا من هذا البئر، كانوا أقل في منطقة في هذه في أرض الرعاة، فكانوا يجوا يشربهم ومواشيهم وغنمهم كانوا يجوا يشربوا من هذا البئر. حتى الرعاة الذين تبشروا بمجيء المسيح هم وغنمهم كانوا يجوا يشربوا من هذا البئر. فهذا البئر كان على زمن الرومان، فبعد ميلاد السيد المسيح لما أجا الملك هيرودس لما قام بده يقتل الأطفال حتى يعرف وين يسوع، حتى إنه يقتل يسوع المسيح، فأجا ملك الرب ليوسف قال له يا يوسف قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. فأجوا الطريق هذه وأجوا على البئر وشرب العذراء مريم والطفل شربوا من هذا البئر، نعم، وتم مشوارهم إلى مصر. فهذا من هذاك الوقت لغاية الآن، وكان أكثر الناس عايشين من هذا البئر. لما العذراء مريم شربت من هذا البئر صار يحدث فيه عجائب، حتى يقال إنه في إحدى النساء أتت لكي تشرب تأخذ ماء من هذا البئر، فظهرت لها العذراء وما بتعرف إن هذا العذراء، فطلبت منها العذراء إنه أسكيني أعطيني أشرب. قالت لها أنا مستعجلة وما بقدر، فطلبت من الماء أن يطلع إلى الخارج وفاض البئر وشربت العذراء من البئر. فمن هذاك الوقت بئر السيدة العذراء لن ينقص بتاتا، تطلع المي من الأرض وبيشربوا منه لغاية الآن. جميع من يجي يزوروا هذا المقام المقدس كانوا يأخذوا ويشربوا من هذا البئر. تم إنجاز وتدبير تصليح بهذا البئر، فكان أحد من بيت سحور شخصيات بارزة في بيت سحور، وكان الله يرحمه رحمة نيكولا أبو عيطة، كان رئيس بلدية بيت سحور، وكان بعمل ترميم لهذا البئر وكنيسة بسيطة متواضعة للكل، يجي كل الطوائف الروم واللاتين والكاثوليك يجي يصلوا في هذه الكنيسة. فصار الناس يجوا بكثرة، فعملنا كل الكنائس يجوا يصلوا في هذه الكنيسة أسبوعيا، يصير ثلاث قداديس في هذا المقام. فقامت أيضا البلدية مع الرعية في بيت سحور كل الطوائف بتكبير هذا المقام شوي يكون أكبر، ففعلا صار أكبر شوي مثل ما الكل يشوفوه، وصار الناس يجوا ويصلوا في الكنيسة. كانت تظهر كثير العذراء مريم تظهر على هذا المقام. في مرة قبل حوالي بديش أقول أكثر عن بحدود 35-40 سنة، هذا على زمني أنا وأنا كاهن، في نهار عيد العذراء كان الناس صلوا بالكنيسة الآباء الأجداد،
فأجوا إلى الكنيسة هذه حتى أنه ضو شمع قدام العذراء مريم في بئر السيدة، وإلا عند دخولهم وإلا صورت أو قونة العذراء مريم داخل البير على وجه المي كتمثال بير العذراء بثوب أبيض. فأجوا الناس وشافوها، وأنا من جيت وشفتها وكانت ذهبت لجوة داخل البير وحفر مكان الصخر حسب الشخص اللي كان موجود على وجه المي، وهي تمثال العذراء وهي حاملة الطفل ويوسف عند هروبهم. فكان ظهر على الصخر صورة الهروب من العذراء مريم ويوسف والطفل على المبحور بالصخر، وأجوا جميع من أقطار العالم كلها أجوا وشاهدوا هذا الحدث العظيم. ولغاية الآن بئر السيدة العذراء مقدس، وبيجوا من جميع أقطار العالم بيجوا يزوروا هذا المقام، ونشكر الله إنه الماء الحين موجودة الكل بيشرب منها، وبيجينا سواح على هذا المقام وبيشوفوا فعلا هذه أعجوبة. ولأول كنيسة في العالم بكدسوا فيها ثلاث طوائف، ما يدل على اتحاد المسيحية الموجودين في بئر السحور، الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك واللاتين بيجوا وبيستعملوا قداديس في هذه الكنيسة، لأن هذه الكنيسة مش للروم ولا للاتين ولا للكاثوليك، هذه لكل الكنائس الموجودة في بئر السحور. الإيمان بستنا مريم العذراء مريم، كثير ناس بيأمنوا مش بس مسيحي، إسلام ومسيحية عندهم إنه العذراء مريم هي أم السيدة يسوع المسيح، فبيجوا يكون عندهم مشكلة أو مرض فبتيجوا بضو شمع عن فداء عن أولادهم، إنه بتطلب إنه العذراء مريم تشفي أبنائهم من المرض، وعشان صلاتهم بتكون يعني بحرارة بإيمان تتقبل هذه الصلاة، وبإرادة الله بيشفى ابنهم أو بنتهم أو عندهم أي مشكلة من دعوات العذراء مريم. بهذه المناسبة أقدم كل الشكر والتقدير إلى تلفزيون نورسات الأردن، وهذا احنا بنتشرف فيه. أنا اللي مسؤولة عن الكنيسة، بفتحها كل يوم الصباح ولحد الظهر، وبعد الظهر كمان بيجي زوار كتير يزوروها من جميع الطوائف. الكنيسة هاي تابعة لكل الطوائف وبصير فيها صلوات، ونشكر الله يعني إلها عجائب كثيرة للعذراء، الحمد لله إلها عجائب كثير مع إسلام ومع مسيحية، والحمد لله يعني فيش حدا بيجي بطلب أي إشي من العذراء والكنيسة بنول طلبه. ومن خلال ظهوراتها فهي ترشد العالم وتدعوهم إلى الصلاة والإيمان، وهي تقول للعالم أجمع: أنا معكم في هذه الصعوبات والشدائد التي تحيط بكم. أصبح هذا البئر روح المدينة وقلبها النابض وضميرها الحي ومكاناً يجمع أهلها. فالعذراء مريم هي أم الكنيسة التي ستبقى شعلة نور للعالم. للنورسات مارلين الحدوة من بئر السيدة العذراء بيت سحور. بمبادرة من سيادة المطران جوزيف جبار رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، وبدعم من البعثة البابوية، تم افتتاح مكتب شبيبة أبرشية بترا وفيلادلفيا للروم الملكيين الكاثوليك الأردن، الذي يقوم على خدمة الشبيبة في مختلف أنشطتهم الرياضية والروحية والإنسانية، خاصة بعد تشكيل لجان متعددة للمكتب خلال هذا العام، ومنها لجان الإعداد والثانوي والجامعي والعاملة، بالإضافة إلى لجنة البراعم. وقد حضر حفل افتتاح المكتب عدد من الآباء الكاهنة والدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأردن والأراضي المقدسة وعدد من المدعوين.
المكتب تم افتتاحه بمبادرة من سيدنا جوزيف وبدعم من البعثة البابوية اللي ساعدتنا لنقدر نعيد تأثيث وتظبيط هذا المكان اللي هو يمكن بسيط بس نوعا ما بيخدم الأشياء اللي نحن بنحتاجها بالشبيبة، شبيبة الأبرشية، النشاطات المشتركة، المخيمات المشتركة، اللقاءات المشتركة، الرياضات الروحية، لقاءات التنشئة على المسؤولين اللي بتترتب، وخاصة أنه هالسنة صار في عنا لجان لشبيبة الأبرشية، لجنة الإعدادي والثانوي، لجنة البراعم، لجنة الجامعية والعاملة، فهدول أكيد كل لجنة منهم محتاجة لشغل كبير ومحتاجة لمكان يقدروا يجتمعوا فيه ويقدروا يشتغلوا ويحضروا لهاي النشاطات. فيعني أكيد بنشكر البعثة البابوية لأنه يعني دعم اللي قدموه كبير كتير وساعدنا كتير لنقدر نحقق هذا الشيء، وبنشكر أكيد كل الكهنة وسيدنا اللي دعموا هالافتتاح وساعدونا نقدر نوصل له. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المطران خريستوفوروس يترأس قداس أحد الدينونة في كنيسة القديس جورجوس في الحاشم الشمالي. جمعية دار الكتاب المقدس في عمان تستضيف أعضاء المجمع الإنجيلي الأردني. لجنة مدارس الأحد والشبيبة تعرض مسرحية الملكة بعمان. حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.